أهلا بكم إلى عالم الاقتصاد. قالت مصادر صحفية أنه سيتم استجواب 28 عضوا من مجلس محافظة الأنبار في إحدى المحاكم المختصة في العاصمة بغداد. وأضافت المصادر أن أعضاء المجلس المحلي بالأنبار متهمون بصرف وإخفاء مبلغ 10 مليارات دينار مخصصة كمنحة طوارئ إلى المحافظة إبان العمليات العسكرية ضد تنظيم الدولة. وأشار المصدر إلى أن المبالغ تم توزيعها بغرض بناء سواتر ترابية وتخصيص رواتب لمقاتلي العشائر، فاستولى عليها أعضاء المجلس دون سند قانوني. قالت هيئة النزاهة في العراق أنها ضبطت سرقات للمال العام في دائرة الإصلاح بلغت 14 مليار دينار عراقي. وأوضحت الهيئة أن مدير دائرة الإصلاح ومدير حساباتها السابقين أقدما على تنظيم وصولات وهمية للتغطية على سرقة المبلغ. وأشارت الهيئة إلى أن المتهمين قاما بسرقة وهدر المال العام عن طريق لجان المشتريات الخاصة بالدائرة وتنظيم وصولات وهمية وتلاعبا بالوثائق للتغطية على سرقة المبالغ المشار إليها. قال المتحدث باسم حكومة كردستان العراق سفين دزي إنه تم تشكيل لجنة مشتركة بين أربيل وبغداد لوضع آلية لدفع رواتب موظفي كردستان العراق. وأضاف دزي أن تشكيل اللجنة جاء بعد أن أدلى بعض البرلمانيين الأكراد في بغداد بتصريحات تثير الرعب في نفوس الناس في كردستان العراق. وأشار دزي إلى أن ما يتم إرساله من قبل بغداد ما هو إلا جزء من الرواتب وليست الميزانية، منوها أن أربيل تدفع 880 مليار دينار رواتب شهريا وما ترسله بغداد هو 450 مليار دينار، لذا يتحتم على كردستان تأمين 430 مليار دينار شهريا من مبيعاته النفطية، وهو ما يفسر بحسب قوله عدم تسليم أربيل كامل حصة بغداد من نفطها لبغداد. قالت هيئة المنافذ الحدودية أنها ضبطت شاحنة قادمة من إيران محملة بمادتي بيض المائدة والرز في منفذ الشلامجة الحدودي. وأضافت أن الشحنة المضبوطة كانت معدة للتهريب من الجانب الإيراني للأسواق العراقية. وأشارت الهيئة إلى أنه بعد الكشف تبين أن مادة الرز لا تحمل إجازة استيراد، والبيض ممنوع دخوله بحسب ما تعرف بالرزنامة الزراعية. وكان منتجو البيض قد اشتكوا من عمليات الاستيراد والتهريب لبيض المائدة والتي تضر بهم وبالسوق المحلية. قالت هيئة الجمارك في البصرة إنها أحبطت محاولة لتهريب 16 سيارة لداخل العراق تم إخفاؤها خلف إطارات مستعملة. وأضافت الهيئة أن السيارات المضبوطة كانت في 4 حاويات على الرصيف رقم 27 في ميناء أم قصر، والتي تم شحنها على أنها إطارات بحسب بوليصة الشحن، مبينة أن السيارات من نوع تويوتا كراون دون الموديل المسموح باستيراده وخلافا للضوابط والتعليمات المعمول بها. نتابع الآن أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي وأسعار المعادن والنفط. بهذا نصل إلى ختام أخبار الاقتصاد، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.